اليوم حنحكي عن السحور المثالي، ايش وجبة السحور اللي ممكن نحضرها نكون مبسوطين حاسين حالنا عم ناكل، بنفس الوقت حتعطينا الطاقة اللي احنا بحاجة إلها عشان نقدر نكون عنا انتاجية عالية خلال يومنا بالشغل تاني يوم. طب مجد، انا ما بحب اتسحر، لازم اتسحر؟ يفضل انك تتسحر لسببين. السبب الاول للطاقه اللي انت حتكون انت بحاجه إلها لتاني يوم عشان ما تقعد مش مصدق انك انت تضطر تروح البيت عشان تقدر ترتاح. والسبب الثاني، وكلنا احنا بنفضل انه نتسحر عشان سنه، وكلنا بحاجه للطاقه اللي احنا بدنا ناخذها من السحور. مشان هيك ايش في اختيارات احنا بنقدر ناكلها او اصناف بنقدر نتناولها على السحور تقدر تعطينا الطاقه اللي احنا بحاجه إلها، ما تعطشنا وبنفس الوقت نكون مبسوطين وخفيفه على المعده ما نتعب. من اول الاختيارات اللي احنا بنحب نحكيها اللبن. اللبن غني جدا بالبروتينات اللي هي بتطول فتره الشبع اللي احنا حاسين فيها لقدام، ما حناكلها ونجوع دايركت، بنفس الوقت حتنزل وتقعد في البطن وتطول شوي عمليه الهضم تاعها، فبتكون مريحه على المعده واحنا مش متضايقين. طب مجد، احنا ناكل لبن ساده؟ لا، ما حناكل لبن ساده، بنقدر ندمجها يا اما مع فواكه او مع تمر. للناس اللي بيحبوا يتسحروا تمر ولبن بيكون ممتاز جدا، 3 لـ7 تمرات بنفس الوقت عم ناخذ كاسه لبن. ايش في اختيارات تانية احنا بنقدر ناكلها خصوصا اذا رحنا على الجيم قبل الفطور واحنا مش عارفين شو بدنا نعمل عشان نقدر يكون في عندنا الطاقه الكافيه من وقت السحور؟ بصير ناكل سكر؟ لا، انا مش مع السكريات على وقت الفطور لسببين. السبب الاول، السكريات حترتفع دايركت بعدين حترجع تنزل دغري، حتخلينا نحس بالتعب اللي موجود في عندنا. احنا السبب الثاني انه احنا ما بدنا ناخذ سكريات على السحور لانه حتسبب في عندنا عطش عالي جدا. المشروبات الغازيه، العصائر المحلاه، السكريات، الحلويات، نبتعد عنها عن السحور، نتجه للاكل الغني بالبروتينات، نتجه للشوفان، للحليب، للالبان، للسندويشات والفول، حتحسسنا بالشبع لفتره طويله، بنفس الوقت حتكون خفيفه على المعده. بطيخ وجبنه، هلا موسم البطيخ، بنقدر ناكله واحنا مبسوطين مع رغيف خبز وبنكون اخذنا الطاقه اللي احنا بحاجه لها. تسحروا، مفيد جدا، ان شاء الله يكون رمضان سهل علينا كلنا وكلنا طاقه وايجابيه، ورمضان كريم عليكم.